مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا الجميلة الرائعة نادي التكنولوجيا مع الجميل الرائع الدكتور هشام قدومي. أهلا وسهلا فيك يا دكتور. بس بلاش جميل ورائع. لا أنت دائما جميل يا أخي، احنا بنحبك دائما. كيف الجو عندكم؟ كيف الحرارة؟ سحتوا ولا لسه؟ الجو طبعا حر شديد، بس اليوم غريق، حر ورطوبة وغيوم ومطر، فالأربع فصول ما سوا. يعني أنت هي at الرطوبة once. أصعب شيء، الرطوبة أصعب شيء صراحة. والله كله على بعضه بصراحة، بس شو بدنا نعمل؟ هيك الصيف يعني، وبعدين تغير المناخ بسبب هي كل العالم شكله الموضوع. طيب دكتور هشام، بعد إذنك في عندي كم خبر، وفي الخبر اللي كنت أحكي أنا وياك فيه أو محاولة النصب، بس نحكي سريعا للناس قبل ما ندخل في موضوع الحلقة. الأخبار الأساسية اليوم، زوم عم بتحاول تختبر نظام عمل هجين لمواجهة رفض بعض الموظفين للعودة للمكاتب. بتقول إنه هي لسه ما نزلت هاي الخاصية، بس هاي الخاصية من المتوقع إنها تنزل قريبا جدا، ويصير في طريقة للتواصل بين الأشخاص في المكتب، يكونوا شايفين بعض. لسه كامل التفصيل ما نزل، ولكن متوقع قريبا بنهاية هذا العام. طبعا من الإحصائيات بتقول إنه أكثر من 37% من الموظفين لا يريدوا العودة إلى أعمالهم من المكتب، بدهم يضلهم من المنزل. خبر آخر عن التيك توك، بتطور منصتها الخاصة بالواقع المعزز، وإحنا حكينا عن الموضوع هذا أكثر من مرة، اللي هي تأثير الواقع المعزز أو الـ AR للتطبيق الفيديوهات القصيرة على التيك توك. طبعاً في إفكتات نزلتها تيك توك، وعم بتنزل إفكتات أكثر عشان الناس تقدر تستخدمها، وممكن تروحوا على إفكت هاوس اللي موجود على التيك توك. الخبر اللي بعده، المكالمات اللي بنسويها على الماسنجر اللي تابع لشركة فيسبوك، بنقدر نبعث مكالمات صوتية وفيديو، ولكن إذا ما عندك هذا التطبيق لن تستطيع أن تقوم بعمل مكالمات عن طريق تطبيق الفيسبوك نفسه. فهو فصلوا الماسنجر عن الفيسبوك، زمان كانوا اثنين مع بعض، يعني كان نفس التطبيق. الآن بتحكي إنه فيسبوك تختبر هذه خاصية جلب مكالمات الصوت والفيديو للتطبيق الرئيسي للفيسبوك، وتخلي جزء منه أو تخلي استخدامه على الماسنجر للماسنجر. إنستغرام تعلن نهاية ميزة التمرير السريع. كنت تشوفوها بالإنستغرام، بقول لك ارفع لفوق الآن أو عشان تروح للفيديو أو تشوف شغلة. الآن الإنستغرام قالت أنها ستنهي السوايب أب، الميزة هاي قريبا جدا. هناك طبعا بنعرف عن الواتساب، في تطوير جديد للواتساب على أجهزة الآيباد، بيقدروا ينزلوها الناس الآن ويستخدموها. وشاومي تعلن عن تخليها عن علامتها مي نهائيا، لن تستخدم هذه العلامة أكثر من ذلك. قالت طبعا هي معروفة بهذه العلامة مي ام اي، ولكن قالت أنها ستستغني عنها نهائيا. القصة اللي بدي أحكي لكم إياها اليوم سريعا جدا، في عملية نصب كانت أو محاولة نصب اليوم علي، وأنا حابب أنكم تستفيدوا منها. الحمد لله مرينا منها بسلام وعجوبة. اتصل فيه واحد بقول هو من شركة تلس، طلعت الرقم 188، فتوقعت انه من شركه او شيء. بقول لي عندهم عرض 20 جيجا بايت انليمتد كندا كول اند اس ام اس، 1000 دقيقه انترناشونال، وهذا اللي انا اغراني، 1000 دقيقه ما عدا سريلانكا ونيجيريا، وبعطيني ايفون 12 برو او نوت 20 الترا مجانا، ما بدفع عليه كل شهر. كل هذا الحكي $50 بالشهر بلس تاكس لسنتين كونتراكت. ف
فأنا بعرف حسب القوانين اللي سوتها كندا وسوتها هيئة الاتصالات إنه ما في contract anymore في كندا. إذا أنت بتجيب تلفونك فأنت free إنك تترك أي وقت، أما إذا بتأخذ منهم تلفون بتكون تدفع على التلفون لمدة سنتين. إذا بدك تفصل في أي وقت مثلا نصف المدة نحكي بعد سنة، بتدفع باقي سعر التلفون، ما بترجع، بتدفع باقي سعر التلفون. قديش أنت دافع بخصمه من باقي سعر التلفون يوم ما شريته، مش بيوم هذا، يوم ما شريته كان سعره $1,000 تدفع 500 الباقي. زمان كانوا يعطوا عليك فيز أو بالنتيز، طبعا هاي لغتها هاي. فقلت له أنا ما في كونتراكت في كندا، قال لي آه بس إحنا عشان نعطيك التلفون فري بدنا نسوي معك 2 years contract. قلت له أوكي ممتاز، عرض يعني مغري جدا، خاصة الألف دقيقة هاي الانترناشنال، ولا عمري سمعت في كندا في حدا بعطي عرض زي هيك يعني. والمبلغ طبعا خيالي $50، لأنه فعليا ما فيش حدا بعطيها، عشان هيك ما سمعتش فيها يعني. آه السبب إنك ما سمعتش إنه ما حدش بعطيها عن جد يعني. ما بعطوها حدا يعني. هلأ في بلدان تانية مثلا الأردن صارت تعطي شبكات، الأستراليا أنا كنت فيها كانوا يعطوا. المهم فقلت يمكن في تطور صار وصاروا بدهم يعطوا. المهم لما وقف إجا قال لي بدي الكريدت كارد والسن نمبر اللي هو السوشيال انشورنس نمبر عشان أعمل عليه كريدت شيك وأخذ دولار من حسابك عشان نتأكد إنه هذا حسابك، وبعديها حنرسل لك التلفون على البيت مع السيم كارد الجديدة. طبعا أنا هون صرت أشك ليش بده السن نمبر وليش بده هذا. فقلت له تعرف give me أعطيني نص ساعة واتصل فيه. أنا في عندي شغلة I'm driving، حكيت له حججت بشغلة وعالسريع. أول ما سكرت معه اتصلت في شركة تيلس نفسهم وسألت الايجنت أنا واحد جاي جديد وبدي أشترك معك وشو أفضل عرض عندكم في إنترنت. عادت تقول لي أسعار خيالية $80-$90 ولا في. قلت لها إجاني عرض كيت كيت كيت، قالت لي ما في منه نهائيا، هذا نصب أكيد، it's not TELUS we never had this، مستحيل حدا يعطيك هذا. هذا قالت لي أصلا الانترناشنال مينتس عندنا very expensive، يعني يمكن $400 اللي بأخذ 200 international minutes. قالت لي هذا ما حد بعطيك. اتصل فيه قلت له thank you sorry، وقعد يقول لي ليش وهذا. قلت له no I'm not comfortable، بس أنا متأكد إنها عملية نصب وبس حبيت أحكي للناس اللي صار عشان يستفيدوا من خبرتي وما يقعوا في الـ في هذا الفخ. تفضل دكتور إذا عندك أي. لا أنا بس هذا أعتقد يعني إنه يعني دليل كافي للناس انه النصب اللي بيصير كتير، وانه الانسان اذا ما بكونش واعي، اذا بنجر وراء العرض، ما هو زي ما بقولوا جدودنا زي ما قالوا بالامثال، قال له منين عرفت الكذبه؟ قال له من كبرها. يعني لما تكون كذبه كتير كبيره صح ولا لا؟ طيب لازم واحد يكون عنده شك، واللي انت عملته صح. يعني حتى لما بيقولوا لك بيتصل حدا فيك وبقول لك انا من CRA ولا من مش عارف وين ولا whatever، يعني اعرف انه طيب قول له اعطيني اسمك، انا برد بتصل فيكم في CRA وبطلب رقمك وبحكي معك. لما تحكي هيك معاهم على فكرة دغري بسكر الخط، تعرف يعني. هاي الشغلة اللي انت عملتها اللي هي الريفيرس انجينيرينج زي ما بقولوا عليه، هو اللي حتلاقيهم وقف أو بطل يحكي معك لأنه عارف حاله كذاب صح ولا لا؟ بس أنا اللي بحكيه برضو إذا بصير شغلات زي هيك بلغ عن الرقم، حطه اعمل له بلوك وبلغ قول هذا سبام عشان البروفايدر تبعك بيعرف إنه هذا سبام أو سكام أو whatever. المشكلة هم عاملين سبوفينج لرقم تيلس، يعني عم بيستخدموا رقم تلس. مش ما هذا مش الرقم اللي انت شفته، بيكون الليبل اللي بيظهر محل الاسم. اوكي الرقم أوكي. اللي بيكون اتصل منك فيه اصلا مش هو هذا الرقم، عرفت علي؟ اوكي هلا هذا اللي انت بتشوفه الرقم اللي فوق، يا اما بيكون
الرقم الفعلي او بكون شو اسمه زي ما انت بتحط. انا لما بحكي معك مش بيطلع اسمي على موبايلك صح؟ هلا لو انا اجيت من الكنترول بانل تبعتي which is كتير ناس تقدر تعملها وغيرته لرقم تبع شو اسمه زي ما بقولوا او اي شيء روجرز whatever هيجيك كأنه رقم روجرز، بس هل بتكون الرقم اللي بتصل فيك فعليا روجرز؟ لا. فلما انت تعمل ريبورت للهاي اللي المفروض انه يصير انه الرقم اللي اتصل مش التايتل هاد هو اللي بنعمل له ريبورتينج. فهمت عليك. يا اي ويل دو ات ان شاء الله بعد الحلقه مباشره. شكرا وان شاء الله الناس تستفيد من يعني الناس لما بتشارك هاي الخبرات اكيد بصير عندها معلومات واكيد ان شاء الله ربنا يبعد المشاكل عن الجميع. اليوم بدنا نتكلم عن شيء مهم جدا وانتشر في الآونة الأخيرة وهو التدوين الصوتي أو البودكاست. البودكاست يمكن كتير سمعنا عنه وفي ناس كتير بيحبوا يستمعوا إله، في له كتير يعني البودكاست مشهور كتير في الغرب أكثر ممكن من الدول العربية، لكن في بعض الدول العربية الآن أو بعض الشباب في هلأ جديد، بس نحن يمكن طلعنا من زمان، بس هلأ جديد في الدول العربية في كتير شباب بتسمع، في كتير بودكاستات عربية بمواضيع مهمة، وطبعا في التخبيص وفي الهبل، بس في مواضيع مهمة. نعرف شو هو البودكاست. شوف هو البودكاست، خلينا أقول لك أول إشي إحنا بإيش بدينا في الدنيا، بدينا في إشي اسمه البرودكاست بالزمانات، البرودكاست اللي هو الإذاعة أو التلفزيون. ليش بسموها برودكاست؟ هي متكونة من كلمتين، برود اللي هي على مدى نطاق واسع، والكاست اللي هي البث. فبرودكاست البث على نطاق واسع. ليش البودكاست بهذا الاسم؟ البودز، تعرف البودز هدول الغرف الصغيرة هاي اللي بتكون بالإزاز وعادة معزولة جزئيا عن الصوت، اللي بقعدوا فيها بتقدر تسجل او اللي بروح على مكتبة تورونتو مثلا، اللي عايش في تورونتو او في المدن الكبيرة، المكتبات هاي في شيء اسمهم البودز وبتحجزهم، بتحجز البود بتقعد فيه، يا يعني ما بتقرأ بتكون مثلا معزول عن الدوشة، او بتعمل فيه اجتماع صغير بصوت واطي يعني مش صوت عالي لانه ما حدش بيسمعك كتير، او في ناس تقعد بتسجل فيه. احنا مرة انا وشريكي رحنا على واحد منهم سجلنا هيك دعاية صغيرة، كان لواحد عامل ستارت اب، عامل برودكت، صديق للبيئة وشغلة، وسجلنا له عملنا له زي شو اسمه زي 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 اعلان صغير او تو سبورت، يعني مش اعلان، زي تيستيمونيال تو سبورت. كويس، بتدخل المكان موجود الزجاجي طبعا البودز، والصوت فيها واضح لانه ما في، لانه تقريبا معزول، تقريبا مش كليا بس تقريبا معزول. فالبود هاي الاماكن اللي كانوا يعملوا فيها البودكاست، انه بود اللي يقعد فيه ويسجل وهو منه بيعمل بعدها بكاستنج، صار بود كاست. عرفت علي؟ فهذا الاصل البودكاست. يمكن يعني في كتير ناس هتعرف لك اياه كذا، بس هو خلينا نحكي سمبلي، هو الريبليسمنت مش عارف كيف بدي اقول ريبليسمنت بالعربي، بس الريبليسمنت الطبيعي للاذاعه. يعني احنا كنا دائما نسمع الاذاعه، والاذاعه بس بالاذاعه بالعاده لايف او مسجل، في اذاعه لايف او برامج مسجله، بس ما كان عندك تحكم في انك امتى بدك تسمع البرنامج بوقت معين وخلص بتسمعه. اجى التي في اون ديماند، برضه كان التي في زي هيك التلفزيون، بس بتشوف برامج. لغاية هلأ في كتير قنوات برامجها زي هيك، البي بي سي والسي ان ان وغيرها برامجها زي هيك. فإجت قنوات زي نتفليكس وغيرها on demand، انت عندك تلفزيون بس انت بتطلب بتتفرج بأي وقت بدك إياه. البودكاست زي كأنه راديو on demand، انت بتسمع وفيه مقابلات وفي أنواع وفي كذا، لكن المحطة اللي انت بتسمعها بتقدر تسمع فيها أي وقت، تقدر تسمع 10 حلقات في اليوم أو حلقة من 14 سنة مثلاً، it doesn't matter لأنها موجودة الحلقة عندك وأنت بتقدر تستمع لها متى ما بتحب. فهو يعني التطور الطبيعي
للراديو، زي ما نقول زي ما قلت لك كأنه راديو on demand. طبعا هو بلش مع تقريبا ظهور الانترنت اللي يعني مش ظهورها تماما، بس بلش مع ظهور الانترنت، ببلشت سرعة الانترنت تصير معقولة، يعني خلينا نقول بالنص الألفين وغيرها، لأنه هذا أوديو يعني أنت بدك تعمل له هاي. وصارت في خدمات للستريمينج وقتها، إذا بتتذكر بعرف تتذكر الريال بلاير، صحيح هذا بتذكره الريال بلاير زمان معروف أبو العلامة الزرقاء هاي، أيوة، وتحط وستريمينج كان وقتها، يعني أنت مش مضطر تعمل داونلود وتستنى لبعدين تشوف المقطع، يكون المقطع 30 ثانية تقعد نص ساعة بعدين يطلع عبط يعني مثلا، أو مش عاجبك أو whatever، صح ولا لا؟ فوقت هاي الأشياء بلشت وصارت الناس تنجذب إنها تعمل بودكاست، لأنها طريقة لتوصيل صوت الإنسان العادي لا 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 بلاتفورم أكتر، لمئات آلاف أو حتى مئات الآلاف ملايين من الناس. هلأ حتى صاروا المشاهير نفسهم صاروا فيه من الناس اللي بيشتغلوا في الإعلام، لسه بيشتغلوا في الإعلام يعملوا بودكاست لإنهم، غير شغلهم يعني. أحيانا في منهم بيعملوه عن طريق نفس المؤسسة اللي هم فيها، بس إنه بيشتغل كإعلامي وبيشتغل في بودكاست برضه، لأنه وبالعادة البرنامج مثلا في برامج القنوات المدفوعة CNN أو CNBC أو whatever اللي برامجهم هاي ما بتشوفهاش إلا إذا بتدفع، بتلاقي مثلا البودكاست for free، عرفت علي؟ لأنه بيحكي في الناس مواضيع بس أنه أوديو وكذا، عشان يخلوا ناس يجذبوا الناس برضو فيورز أكتر، لأنه كل ما بتجيب أنت فيورز صوت صورة whatever برضو بتقدر تحصل عليها فلوس في الإعلان، صح ولا لا؟ فهي المحطات صارت برضو عم تستفيد من البودكاست، مش بس زي ما بلشوا بلش الفيسبوك بس في حسابات شخصية والناس قالوا يلا هذا هيك بس عشان الناس تتعرف، صارت بعدين هلأ كله بيزنس، صح ولا لا؟ طيب. فالتكنولوجيا بتتطور، بتبلش الشغلات لأشياء، وهو يمكن البودكاست من أكثر الأشياء أو التولز الحديثة اللي وصلت أصوات ناس، سواء في السياسة، في العلوم، في أي واحد عنده شيء بده يقوله، طبعا غير الأشياء اللي هنقول عنها مش مهمة ولا تخبيص ولا فارطة، بس فعليا في كتير ناس وصلت أصواتها بطريقة ما كانت حتقدر توصلها لو بدها تلجأ للطرق العادية أو لو ما كانش في إنترنت. إذن هي عبارة عن طريقة يعني للتواصل مع الناس عن طريق بس الصوت بدون فيديو، يعني مش زي اليوتيوب فيديو صوت وبس. في بودكاست بتقول لك تقدر تشوفه فيديو بتقدر تشوفه أوديو. البودكاست تبعي أنا وشريكي بنحطه على اليوتيوب وبنحطه على البقية، على سبوتيفاي، على كل البلاتفورمز اللي ممكن تفكر فيها. طب مين الأودينس؟ مين الجمهور اللي بسمعوه؟ يعني ليش ما أسمع أنا يوتيوب؟ ليش أسمع بودكاست؟ ما هو قلت لك البودكاست عنا إحنا منحطه لكل، عشان نوصل لكل الناس منحطه أزا فيديو ومنحطه أزا أوديو، نفس البودكاست منسجله نسجله فيديو نحنا، أوكي؟ منحطه على يوتيوب أزا فيديو وبناخد الصوت ومنحطه على المحطات الثانية أزا أوديو. على فكرة البودكاست الصوت شائع أكتر من الفيديو. ليش؟ هتيجي الناس هيقولوا لك أكيد ليش، لأنه في كتير ناس خصوصا هاي السوفتويرز اللي هي تبعت السبوتيفاي وغيرها وكذا، بتقدر تسمع، بتقدر تعمل داونلود للبودكاست هاي وتسمعها، حلو؟ وهذا بتقدر تسمعه في الباص، في السيارة، حتى وانت في السبوي ما عندكش كونكشن، لانك you can download الحلقات وتسمعهم وانت رايح على الشغل. صعب اذا بدك تنزل فيديوز على التليفون تبعك، برضو سعة التليفون معروفة، الاوديو مش زي الفيديو. ثانيا يعني وانت قاعد في ناس تتفرج على فيديو، في ناس برضو بتتفرج على فيديو، في ناس تتفرج على فيديو بغض النظر، بس صارت الشغلة بسهولة لانه في ناس بتحب تقعد مثلا تسمع وهي قاعدة مثلاً راكية أو 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 مترخية في الباص وريفر. أنا بعملها على فكرة، بكون قاعد مترخي في الباص وحاطط شيء وبسمعه مثلاً، لأني بديش أقرأ. أو بلعب رياضة. في ناس كتير من اللي بلعب رياضة أو بيشتغل في المكتب، بكون بيشتغل على شغله وعم بسمع بودكاست
شغلة أحيانا بتكون متعلقة في شغله يعني. باي ذا واي ذكرتني مرة صديق إلي وقفه شرطي على إشارة، كان بتطلع عليه ووقف جنبه وشافه بتطلع على اليوتيوب، طبعا صاحبي حاطط اليوتيوب عم بسمع بس مش عم بتفرج، فوقفه الشرطي قال له عليك مخالفة أنت عم تحضر تمسك الموبايل، قال له لا أنا ما مسكت الموبايل هذه حلقة ساعة وشغلتها قبل ما أطلع، قال له غلط إنك تتفرج لأنه هذا ممكن يلهيك، you can use podcast بس ما بتقدر تحضر، لازم الشاشة تكون مطفية. تقدر تسمع، ما هو زي الراديو اللي موجود في السيارة، الراديو الموجود في السيارة مش ممنوع، ولا السي دي ولا غيرها، لأنك أنت عم تسمع يعني ممكن يحصل ديستراكشن، بس 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 ديستراكشن قليل لانه شت معك. هلا اي واحد ممكن تعمل ديستراكشن من دون ما تشغل اي شيء، ما هو بس هنا بقول لك المنطق انه اذا انت عم تسمع اوديو وانت رايح وجاي وكذا احتماليه انه الفيجوال ديستراكشن ما يكون كبير، عرفت علي؟ فبالعاده ما راح ما، فعشان هيك السمع قانوني، الفرجة غير قانونية. أوكي، واضح واضح. طيب هاي اللمحة متى بدأ تقريبا البودكاست؟ خلينا نحكي متى بدأت احنا قلت لك تقريبا بالألفين أو الألفين لنص الألفين، لما بلشت أوكي. الإنترنت، لما بلش الستريمينج يصير أسهل، سرعات الإنترنت بلشت تعلى، صرت تقدر تتفرج أو تسمع إشي أونلاين من دون ما يقطع معك 20 مرة أو بدون ما تضطر تعمل له داونلود بالأول لحتى شو اسمه أو تعمل له بفر مدة طويلة، وبعدين فجأة لما بتختار الإنترنت يقطعك بالنص وتضل تستنى داونلود. فهاي الشغلة ساعدت برضو على انتشاره. ملك الفيديو، ملك الفيديو يوتيوب، هل في ملك للبودكاست في السوق ولا هي هي موزعة بيني وبينك؟ بس حاليا من الأشياء اللي طلعت كتير مؤخرا سبوتيفاي، عندك جوجل بودكاست، وعندك بالنسبة للي بيحبوا الأبل اللي هو الأبل ميوزك، أو بتقدر تسمع عن طريق الأبل ميوزك. هي برضو جوجل صار ضمن جوجل ميوزك باي ذا واي. في ساوند كلاود هذا كمان ولا مش ساوند كلاود اسمه؟ في ساوند كلاود، في ساوند كلاود كمان، بس اكثر ناس صاروا معناه ساوند كلاود اقدم من هدول في هاي الشغلات، بس هدول الشركات طبعا نافذه متنفذه في السوق، فصارت اعلى شيء يمكن فيهم هلا السبوتيفاي. جوجل فري ولا بتدفع عليه؟ كله فري، جوجل كله فري، كله فري ما عدا اعتقد البلاي ميوزك مش فري على الاندرويد، لازم تدفع له. غريب. طيب ابل يعني. طيب كيف بشتغل هلا؟ كيف انا بدي ابدا مثلا مشروعي في موضوع بودكاست؟ هلا في شغلتين. في الطريقه السهله انك تدفع لشركه تعمل لك هوستنج. انا بحكيش عن التسجيل وتحضير تحضير البودكاست نفسه، بس no. عم نحكي عن لانه لا سبوتيفاي ولا اي واحد فيهم بيعمل هوستنج للاوديو فايلز عنده، عرفت علي؟ ولا حدا، هدول بس بيعملوا لك بس وين انت حاططهم، بياخذوا الاكس ام ال فيد تبعك تبع الار اس اس فيد، وانت بتقول لهم وين بيلعبوا من وين ما انت حاطه هوستنج، فما حدا بيحط عندك هوستنج. هلا في شركات بتعمل لك الهوستنج وبتعمل له بتقدر تقول لك اعمله انشره على هدول الاشياء، بس هدول طبعا في منهم فري، بس الفري دائما محدود، وفي منهم اللي هم البيد، في منهم نفسه بيكون عنده فري وبيد، عرفت علي؟ الفري محدود والبيد بيكون الهوستنج ما هو انت لازم تعمل هوستنج للفايلات عشان تحطهم على عشان سبوتيفاي تقرا منهم، او سبوتيفاي او الجوجل شو بيقولوا له مش زي يوتيوب ترفعه على اليوتيوب. لا. أوكي. لازم يكون موجود سموير الفايل، عرفت علي؟ ولازم الار اس اس فيد يكون حنحكي عنها هلأ شويه، لازم يكون بفورمات معينه لبودكاست فورمات، عرفت علي؟ فراح نشوف اذا بتشوف الشيرد سكرين اللي حطيتها، حنشوف واحدة منهم اسمها البود بين،
هاي زي ما انت شايف هون get started for free. عندهم limitation قديش بتقدر تدفع بالشهر وقديش مش عارف ايش وقديش بيقدروا يعملوا لك pushing لهدول وقديش سرعة البوش وغيره وغيراته. بود بين واحدة منهم. عندك كمان هذا اللي هو الساوندر برضه بيعطيك فري وبيد وبيعمل لك بوش وبتقدر تعمل عن طريقه ماركتينج. اللي حابب يقدر يشوف البرايسينج زي ما انت شايف الليميتيشنز اب قديش 5 ستريمز بير مانث قديش 1 بودكاست وكذا يعني محدود. عرفت علي؟ كلهم هيك على كل هدول بيقدر تعمل فيهم. وعندك الباز سبراوت برضه. الباز سبراوت كويس بالخاصة في الماركتينج لكن برضه اللي بده يعمله اللي بده يعمله فور فري عنده قديش بيقدر يعمل ابلود 2 اورز بير مانث مثلا. عرفت علي؟ في ليميت في دائما ما هو اي شيء فري فيه ليميت. عرفت علي؟ وفي هذا كمان اللي هو الانكر. الانكر هذا من سبوتيفاي ما بعرف هذا اذا بيعمل هوستنج او whatever بس اكيد برضو اي شيء مش فري في عليه ليميتيشنز. اللي ما عنده اللي حابب يدفع طبعا ما راح ينفع معك. اللي حابب يشتغل ويجيب منه دخل اللي حابب بس يحط اشي هيك بيرسونال ثوتس وكذا ممكن ياخذ الفري. بس اللي حابب يشتغل مزبوط يعمله از اتس اون كارير ويصير ياخذ عليه فلوس ويجيب سبونسرز وغيره ما راح يدفع ما راح ينفع على الفري. لازم يشتغل يستثمر في البيد. والبيد برضه حتى تنعرف ويصير عندك فيورز وتصير ناس توفي معاها انها تحط فلوس معاك as sponsors وغيره لازم يكون عندك فيورز كتير وفيوز كتير. انت عارف يعني لازم يكون تحس انه في ناس بتسمع كتير ناس بتسمعك عشان واحد منهم ولا اثنين ولا عشرة يجوا يشتروا البرودكت تبعه. صح ولا لا؟ يعني برضو في فولوورز زي 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 كيف فيسبوك واليوتيوب. ما انت نفس الشيء. انت ما هو اذا انت حاطه على اليوتيوب نفس الشيء هيعمل لك فولو. اذا انت حاطه على السبوتيفاي ما انت نفس الشيء برضه. انت على سبوتيفاي بتقدر تعمل فولو لارتست وكذا وعلى البود سوري سبوتيفاي بودكاست بتقدر تعمل فولو للبودكاست اللي بدك اياه. حلو. فهدول بعض من البلاتفورمز اللي بتقدر تعمل عليهم فور فري. هلا اللي جيبته متعبته زي جيبتي مثلا او اللي بدوش يدفع حاسس انه بدوش يدفع لانه مش جاي منه فلوس او مش مستهدف الفلوس برضو انا كمان واحد منهم ممكن يعمل بودكاست فور فري من دون ما يدفع اي شيء. حلو الكلام. ف اول شيء السؤال الاول راح تقول طب اذا بدي اعمل بودكاست هدول ناس بعطوني شو اسمه بخليني اعمل هوست الفايلات انا ما بدي ادفع لهوستينج كومباني لانه هي حتدفع. صح ولا لا؟ صح. بقول لك ما بدي ادفع وما عندي سايت اوريدي احطه واقدر احط عليه. وحتى لو في هوستس بتحط لك كميه يعني بتحط لك ليميت على الفايلات اللي تقدر ترفعهم. صح ولا لا؟ صح. فهاي الاشياء كتير عوامل راح توقع فيها. في عندك إشي اسمه الاركايف.org او الواي باك ماشين اللي هي اللي بنستخدمها لحتى نرجع لنشوف السايتات قبل شو كانت ومش عارف ايش. وهاي هدول عندهم برضه تول تقدر تسجل فيهم زي هذا حسابي انا وترفع ميديا فايلز. حلو. ما عندهم ليميت. الشرط الوحيد عندهم انه الماتيريال تبعتك تكون تبعك ما تكونش سارقها من حدا. عرفت علي؟ فانت بتقدر زي ما انا هدول البودكاست اللي احنا رفعناهم بترفع الفايل تبعك وبيوفروا لك حتى بلاير تقدر تعمل له امبيد بالويب سايت تبعك. تقدر تحط فيه كل المعلومات اللي بدك اياها شو نوع الهاي حتى بتقدر تحط شو هو الماتيريال ونوع الترخيص اللي انت عامله كوميونيتي اوديو مثلا هل هو ايش اندر ويتش لايسنس. عرفت علي؟ وبتقدر تحط له ميتا داتا كمان كل شيء بتقدر تحط له وناس فيه بتيجي دايركت عليه. عرفت علي؟ حلو. هدول طب او طبعا تقدر تعمل له اذا بدك تعمل له شير بقول لك هاي اللي تعمل له امبيد
وتحطه as a player بالويب سايت تبعك او في البلوك تبعك، لانه هذا ما راح يطلع دايركت، ما بتقدر تطلع هذا من هون دايركت على السبوتيفاي او غيره، لازم يكون موجود على صفحه، لازم تكون الصفحه فيها RSS فيد. حنيجي للموضوع، بس هدول تحطهم على الهاي. انا عندي هذا البلوج تبعي، اوكي، هذا على الويب سايت تبعي، وفيه سيستم كلنت سيستم خاص، بحط عليه الـ 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 الاشياء تبعتي او الاشياء تبعي انا وشريكي اللي بنعملهم. زي ما انت شايف بنحط اللينك فوق، احنا حاطين اللينك للبودكاست من وين؟ سبوتيفاي، جوجل، ابل، ويوتيوب. طبعا مش بس هدول، احنا عندنا يمكن فوق 40 بلاتفورم عملنا لهم سبميشن، وفي بعضهم اساسا انا اكتشفت انه في بعضهم عم بيعرضوا البودكاست تبعنا بدون ما احنا نعرف حتى، لانهم اخذوا شافوه موجود على سبوتيفاي واخذوا الفيد وصاروا يحطوه على البلاتفورم تبعتهم. عرفت علي؟ حلو. وهذه مثلا هذا بنحط امبيدنج للاوديو فايل زي ما انتم شايفين، هذا هو الاوديو فايل تقدر تلعب. ايوه هذا بس، هذا بس اوديو. لا، وهذا امبيد ل ال 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 اليوتيوب، شايف؟ اوكي، حلو حلو. فهذا بيجي من وين؟ هذا بيجي من الموقع اللي ورجيتكم اياه قبل شوي، اللي هو archive.org. حلو، الامبيد اللي بيجي من هناك. هلا كيف archive.org بس صوت؟ لا، بتقدر تحط فيه صوت او صوره، بس انا بحط الصوت على archive.org لانه الصوره بحطها على يوتيوب، ليش بدي احطها من هناك؟ عرفت علي؟ I don't need archive.org احط عليه فيديوز. عرفتني؟ اليوتيوب فيه تولز اكثر بكتير اللي تخدمني، وهلا بحكي لكم عنها برضه. ليش بحط، ليش بنحط على اليوتيوب وكيف ممكن نستغله، نستغل اليوتيوب. لازم برضه حتى تقدر هاي تلقطه، لازم تحط دايركت لينك للام بي 3 فايل. هذا اللينك اللي هو من هذا الفايل، من هون احنا بنيجي بناخده، باخد هذا اللينك، اوكي، هذا اللينك اللي من هون وبحطه بالصفحة. لازم يكون محطوط بالصفحة نفسها، لازم يكون عشان الRSS فيد يقرأه. حلو، اوكي. اول ما اشوف في الصفحة فيها MP اشي دوت MP3 فايل او ويف او سمثينج، يعني على صيغة اوديو، بياخد هاد وبحطه بالفيد. عرفت علي؟ فهاي اول اشي كيف بنعمل الصفحة. هذا واضح. يس، هون هذه القناة تبعتنا على اليوتيوب. حلو. شايف؟ هون بنرفع الفيديوز اللي سجلناهم. طبعا زي ما انت شايف عملنا له ايدنتيتي ولوجو وكذا، وكل حلقة بنعمل لها كفر معين. ولما بتدخل على الحلقة نفسها، يعني اول اشي زي ما تقول في لها الانترو تبعتها، نعمله هاي، يعني في 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 واحنا حتى مقسمينه سيزونز، يعني كنا في سيزون 2 هذيك السنة وهاي السنة سيزون 1. في عنا اول حلقة بيجي العنوان هذا بالصوت برضو، وبعدين نيجي يا اما انا وياه منكون او في كانت فيها الحلقة مع نظيف. طبعا برضو حتى في اليوتيوب لما بنعمل، شوف شو شوف شوف شو الميزة برضو اللي بنستغلها في اليوتيوب، انه بنقسم التوبكس اللي بنحكي فيهم. شايف؟ شايفين هدول التوبكس؟ هدول مقسمين من الوقت الفلاني للوقت الفلاني، شايفين؟ وبقدر الواحد ينط من اي توبيك للتاني. شفت؟ بالعناوين وبالهاي. وهذا ايزي ايزي بنعمل، بانك انت بس بتحطهم هون، تحط الوقت اللي بتبلش منه وبتحط له ايش التايتل تبع البدايه، اللي بعده بتحط له ايش التايتل تبع اللي بعده، وهو لحاله بيكتشف هاي الاشياء وبيعمل لك اياها بالضبط بهذه الفورمات بالضبط، اللي هو بتحط زي هيك 0001 انترو، روحوا من 0 ببلش انترو، لما بتقول له 017 بوقف كلمه الانترو ببلش لك اوبننج ريماركس وهكذا. عرفت علي؟ ولازم تبدا من الزيرو زي... اذا بلشت من 017 ما راح يشتغل معك، لازم تبلش من 000. عرفت علي؟ حلو حلو. طبعا برضو احنا بنحط الهاشتاجز هون كمان،
وتشز بتبين زي ما انت شايف هون. صح. هذه كل الأشياء بتساعدك. طبعا برضو in the backend بحط له keywords و description و وكله وبنعمل حتى لو لغاية ايش اقول لك لما توصل للنهاية بنحط ال end screens هدول. هلا هلا يمكن تبين معنا. ايوه هلا لحظة شوي لحظة شوي بس قربنا نخلص. احنا هون عم نقول باي بس للناس. وهي الاند سكرين هذه لينك للسيزون 2 وهذه لينك للسبسكرايبز. اوكي شايف حلو. هذا طبعا كله باخذ وقت بس هاي الشغلات هي اللي بتساعدك انه 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 اليوتيوب يشوف الكواليتي تبعتك ويصير تو بوش ات تو سم بيبل ويعرف شو التوبكس اللي انت بتحكي عنها في الهاي. انت شايف طلع لما في الديسكريبشن طلع قديش 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 بنحكي. صح شايفه مبين شغل كتير يعني. بالضبط. حتى منحط اللينكس لفولو اس بالهون اذا انت شفتنا وعجبتنا وحبيت تقول يا عاجب بس هل في اشي اوديو ممكن اشوفه هل هذا البودكاست له اوديو لان في ناس تكتشف عن طريق اليوتيوب بس بتحب تسمعنا اوديو بعدين او يكون عندها اوبشن تسمع اوديو فبنقول له من هون تقدر تسمعنا. حلو الكلام واضح. يس خلينا ننتقل. ايوه يلا واحد احكي تفضل. كان في سؤال عن سبوتيفاي بس خلص بعدين بنرجع له. هنيجي لسبوتيفاي. انا شفت السؤال هنيجي للسبوتيفاي. هلا كيف بصير كيف نقدر نعمل حطينا الاوديو وعملنا له الصفحه هاي الحلوه وحطينا امبيدنج وحطينا زي ما مطلوب انه اللينك يكون امبيدد بالصفحه للاوديو دايركت. شايف دايركت من هون. شو بعدين اغلبيه اوكي انا زي ما قلت هذا شو اسمه هذا بلوج تبعي على هذا بس هيقولك ناس انا ما بدي ادفع فممكن يروح على blogger.com اللي هو تبع جوجل. نعم شايف ممكن انت تعمل بلوجر على جوجل for free كمان وبالبلوج في البلوجز تبعونك التكست اللي بتحطه تاخد ال كوبي من الفايل هذا. انا هعمل من هون مثلا كوبي لينك ادرس تروح على البلوج بوست بتقول له this is the audio ونيجي نعمل له سيلكشن ونحط له اللينك. اللينك هذا يكون للام بي 3 فايل. شايف هذا الام بي 3 فايل اللي جاي من الاركايف.org وخلص بتسيف الصفحه زي هيك. لا دفعت على بلوج ولا عملت اي شيء زي ما حاطين في البلوج تبعنا هون. ممكن انت تعمل تحط التكست تحط اللينكس تحط اللينك للاوديو حتى بتقدر تعمل امبيد لليوتيوب والاوديو البلاير اللي جاي من هون اللي هو هذا اللي عندنا على صفحتنا. هذا هو الاوديو بلاير. هذا هو شايفه هذا من الاركايف.org. تقدر كل هذا تعمله من دون ما تدفع لاي شيء او تشتري هوستنج. المهم في الموضوع انه يكون عندك ار اس اس فيد. الار اس اس فيد برضه افيلبل على البلوج البلوجر. هيو عندي هون انا عندي على السايت انتريز فيد اللي هو الفيد تبع الانتريز او اللي هم الصفحات البلوجزات او الكومنتس. ما بدي الكومنتس فهذا الانتري تبع الفيد. اذا بتفتحه هتلاقيه اكس ام ال جاربج ناس مش هتفهمه بس اي دونت كير. اللي بدك اياه انت انك تاخذ هاد وتعمله از فيد لا كاز بودكاست فيد زي ما انت شايف هون. هاي المقال ريتيل ان بزنس هاي التايتل تبعه. اذا دورنا على ام بي 3 هتلاقي اللينك. شايفه اللينك تبع الام بي 3 موجود هيو هون. شايفه حلو. فهاد يس هذا اللي بدهم اياه. كيف اعمل هذا بس ار اس اس فيد عادي مش بودكاست فيد. كيف بدي اعمله بودكاست فيد؟ بعمل كوبي لللينك تبعه يا اما بفتحه في براوزر تاني وباخذ هيك
بعمل له كوبي او بعمل كوبي لينك زي ما شفت قبل شوي. في لا. عندك اشي بالجوجل برضو فري اسمه فيد بيرنر، فيد بيرنر من جوجل حلو. أوكي. اي واحد عنده جيميل اكاونت بيقدر يسجل فيه زي ما انتم شايفين. هاي البودكاست تبعنا قديش سبسكرايبرز فور ذا داي. سبسكرايبر هو مش معناته سبسكرايب فور فيد، قديش واحد استخدموا اللينك هذا اليوم ليسمعوا او 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 يدخلوا على البودكاست تبعنا، عرفت علي؟ فهذا بيختلف من يوم ليوم. وهذا الاشي سهل، بدك تعمل واحد جديد. all you have to do وين راح create a new انت جوجل لحظه شوي مفروض فوق تكون دائما جوجل بس هو المفروض يعطيني اياه جوجل فيد بيرنر لانه تحت بالنص كاتب لك ويلكم او مينتيننس. احنا قاعدين هلا في مينتيننس. اوكي طب مش مشكله، حيكون عندك شيء اسمه اد for that matter. So if you can add new accounts but burn new feeds but some existing feature like email or whatever. المهم انا عملت له اد، لما بتعمل له اد راح يطلب منك، هيقول لك اعمل فيد عادي او شو اسمه، او زي ما بيقولوا له اللي هو بودكاست فيد. لما تعمله بودكاست فيد هيطلب منك هاي الديتيلز، من وين الفيد جاي، ايش ال التايتل تبعه. لحظه شوي في كمان ديتيلز هون لحظه شوي، مشكله انهم عشان في مينتيننس حظنا اليوم مش عارف تسوي شغلات كتير. مش قادر اعرف اعمل اشياء كتير، شكله ما رح نقدر نعمل هاي. بس anyway بتقدر لما يصلحوه بتقدر تشوف الديتيلز تبعته. حيكون قايل لك من وين جاي، ايش التايتل تبعه، ايش الكاتيجوري تبعت الفيد هذا، عرفت علي؟ يعني بتحط الديتيلز تبعتك، وهون هو بعطيك الادرس تبع الفيد هذا، هو شو حيكون اسمه، شايفه الفيد ادرس هاد مع العنوان هذا، شايفينه يعني feed.feedburner.com plus هاد، هاي اليو ار ال تبع الفيد اللي جاي من جوجل. خليني بس اقول اخده زي هيك، شايفه؟ لا بس ليش هيك عم بعمل. اوكي لا شوف بس، اوكي سو هاي الفيد اليو ار ال تبع الفيد، شايفه هو الاسم اللي انت اخترته، هو feed.feedburner.com، وبتختار اسم ال يو ار ال تبعه. هذا الفيد سوري هذا الفيد تاخده وبتروح على سبوتيفاي. اول شيء هذا الفيد هذا شكله السبوتيفاي من عندنا، شايف هذا الهاي تبعنا، بتقدر تدخل عليه تعمل سبسكرايب، تسمع للحلقات، تعمل اذا عندك اكاونت بيد تقدر تعمل داونلود للحلقات اللي بدك اياها تسمعها اني تايم. الباك اند تبعه من هون تقدر تشوف قديش في سبسكرايبرز، قديش في ناس عم سمعت كل حسب اليوم، حسب الشهر، السنه، مين اللي سمع لك. ومن هون برضه بتقدر تضيف الفيد، هلا مثلا اد اور كليم يور بودكاست، تدخل أوكي. عليه شايف حيقول لك شو الاشياء اللي لازم تعملها، بتقول له get started، بتحط له الفيد. حلو هذا yes. اوتوماتيك، بشوفه اوتوماتيك. هلا بقول له your podcast is be on Spotify click next to check، بس هي بس لما تعمل next الفرق شو بيصير، انه بس بقول لك باخد وقت شوي، بقول لك الفيد تبعك خلص دخل، او اذا في مشاكل يعني اذا ناقص اذا ميسنج، لانه بالفيد للاسف مش عم نشوفه هون تقدر برضه تعمل صوره للفيد تبعك، اللي هي هاي الصوره اللي شايفينها هون، هاي سوري وينها، هاي احنا عملنا لها ابلود على الفيد بيرنر مثلا، الديسكريبشن هذا كله جاي من الفيد، هاي المعلومات كلها جاي من الفيد بيرنر مش من سبوتيفاي بس بقراها
يعني عارف علي هاي مثلا هاي الديسكريبشن تبع هاي هذا جاي من الفيد برنر شايفه ولما تغيره بعد فتره انه يعني كل فتره بيعمل ريفرش هذا ممكن تغير لما بتغيره من الفيد برنر بيجي بتغير بعد فتره هون لما يعمل ريفرش عرفت علي للاسف مش قادرين نضيف اي شيء خلينا نرد نحاول افوت تاني مره بس تتمسي اذا بنقدر حظنا مينتيننس اليوم لا هذا معلومات عن شايف هذه معلومات او هذا شو بيجي من الفيد هاي الحلقات اللي بتيجي شايف أيوة. هذا بيجي من وين من الويب سايت تبعنا وهذا اللي بدفشه الفيد برنر ل السبوتيفاي وغيرها لا اي بودكاست بودكاستر اي بودكاست بلاتفورم هذا اللي هاي اللي بيقراوه عرفت علي خلينا نرد نحاول تاني مرة جوجل فيد برنر نشوف إذا منقدر subscription detail analytics will not be number مش مهم يعني تقريبا كل اللي شرحتنا إياها ممكن يصير مجانا بدون أي مشاكل كله مجانا ما في إشي هون ما في إشي هون مدفوع طب مش بروجكت نوتس ما في مش عارف شكله واضح انه لانه كان قبل هدول اد فيد او نو لا لحظه هي هون لو اخذ هاد لحظه انتريز فيد كوبي لينك ادرس اذا باخده هون هي شايفه بتحطه لا. هون هذا من الويب سايت تبعي هون شو بتقول له I'm a podcaster شايفه؟ yeah. وبتقول له next. حلو؟ هيقول لك هذا هو الفيد address whatever it is. أنا حامل له هون training عشان أعرفه. أقول next. أوكي. Again. trouble yeah. واضحة يعني هي هذه بس لما تروح next هيطلب منك الديتيلز كلها الديسكريبشن اللي انتو شايفينه هذا رح يطلبه منك رح يوريك كيف شو اسمه هيقول لك يعطيك options ومين مين مين اللي بيعمل البودكاست الاسم هذا بيجي منه ايش التايتل زي ما احنا شفنا ويقول لك ارفع صورة بمواصفات معينة عرفت علي فكل هذا بترفع له اياه وهو بعطيك بالاخر ال URL اللي احنا شفناه قبل شوي اللي هو اوريدي للفيد اللي اوريدي عندي اياه موجود وبتاخده وبتحطه لسبوتيفاي نفس العمليه عملناها للجوجل بودكاست شايف الجوجل بودكاست نفس الشيء بيجيب نفس المعلومات نفسها اللي حتشوفها على سبوتيفاي نفسها بتيجي هون نو ديفرنس نفس الصوره كل شيء شايف نفس الشيء برضه from the back end هذا هو الجوجل بودكاست مانجر بتقول له اد شو نروح على الفايل هون بتقول له اد بتقول له نيكست ستيب يا بس بقول لك انه موجود عندك بس نفس الشيء اذا كان شيء جديد بتقدر حيوريك اياه وحيقول لك هاي المعلومات اللي بتيجي كونفيرم ببعث لك فيريفيكيشن كود وبده يتاكد من انك الاونر تبعه اعتقد ببعث لك زي ايميل على السايت وبتحطه سمثينج بس بعد ما تخلص كل هذا خلص خلال ساعه او اقل من ساعه احيانا بيصير الفيد تبعك لايف او البودكاست تبعك لايف على 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 هاي البلاتفورم وكل البلاتفورم تقريبا نفس الشيء بدك تاخذ بس هذا المهم هذا الفيد اللي بتاخده اهم شيء في العمليه صراحة هذا هو الفيد بيرنر لما تعمل هاد وتحط البودكاستينج انفورميشن خلص تقدر تضيفه على أي مكان بدك إياه ما بعرف إذا جاوبنا جواب الجواب على جواب أتوقع أنه yes. كافي طب كيف بتصور دكتور لهاي المدونة كيف وشو أسباب نجاحها هلأ أول إشي لحتى تسوق أول إشي لازم يكون الكونتنت تبعك يعني منيح ولما بحكي عن الكونتنت مش بس عن نوعية المحتوى عن نوعية
اللي بتعرضه، تسجيل الفيديو إذا بتعرض فيديو يكون كويس، تسجيل الأوديو يكون كويس ومفهوم، ما فيهوش خروشة، ما فيهوش اللي بسموه البوبس اند كليكس هدول اللي تطلع هاي المفهوم، وفيه برضه له تارجتد اودينس محدد. يعني اذا بتحكي عن مواضيع بتهم الشباب تكون محدد نفسك بمواضيع بتهم الشباب هاي الفئه العمريه، اذا بدك تحكي عن السياسه تكون حدد موضوعك في السياسه، الكاتيجوريز اللي بتحطها ان البودكاست تبعك موجود تكون مطابقه للي انت بتحكيه، عرفت علي؟ هذا كتير مهم. بعدين بيجي الشغله انه انت اولا لازم اللي حواليك اللي بتعرفهم اول شيء ناس تبعت لهم، عشان هدول اول اودينس لإلك، عرفت علي؟ اول ناس حيسمعوا لك، اول ناس بيعرفوا مين انت وحابين they're interested to hear ايش انت بتحكي. وبعدين تبلش ترفعه للناس التانيين، ممكن عن طريق السوشيال ميديا غيرها، اذا معكاش فلوس بدك تضلك تحط شوفوا وتفرجوا لإلك لاصحابك للجروبس على البيج تبعتك، تعمل له بيج خاصه، تعمل له كذا. اذا عندك شويه فلوس ممكن تعمل اعلانات على السوشيال ميديا، على غيره، على غيراته، whatever. بس زي ما قلنا اهم شيء انه يكون الكونتنت تبعك له اودينس، وزي ما قلنا الكواليتي من ناحيه تكنيكال ومن ناحيه يعني توبيكال، لازم تكون التوبكس تبعتك برضو واضحه ومحدده والكلام فيها يعني عم بتنقي مواضيع ريليفنت، عم بتلاقي اشياء في لها جمهور، عرفت علي؟ هذه جدا مهمه. العرب بالسياسه، العرب بكيفه على السياسة. هو بينه وبينك خلال بالذات الآخر 20 سنة حتى الأمريكان اللي ما كانوش بتدخلوا في السياسة بالمرة صارت الموضوع يعني هنا يمكن أخذوها حتى too far، صار كتير polarization، بس صار كتير موضوع السياسة مهم. مش المهم إنك تحكي في السياسة، المهم يكون واضح شو اللي أنت بتحكيه، شو اللي يعني مصادرك واضحة، كلامك يعني زي اللي إحنا بنعمله هون في كنار. يعني احنا مش بودكاست بس احنا بننقي مواضيعنا زي ما انت عارف ونتناقش فيها وايام بنتخانق، لا حط هذا واعمل هاي مش عارف ايه. يعني في بروسس للتحضير وراها ناس، عرفت علي؟ هذه الشغله كتير مهمه واحنا عارفين، صرنا بعد سنه واكثر لنا تقريبا سنتين صرنا عارفين الاودينس تبعنا وايش ممكن ايش بيحبوا وايش ما بيحبوا، بس ممكن نجذبهم شوي شوي لانهم يستمعوا له اذا احنا حاسين انه زي ما جذبناه زي ما جذبناهم اكثر لمواضيع الانتخابات واهميه مشاركتنا، وخاصه في هذه الفتره هلا مشاركتنا كعرب في هاي الشغله، انه مش عشان تنتخب فلان ولا فلان، ان برضه يعني كثير حكينا عن هاي المواضيع، لحتى في ناس كثير صاروا يقولوا لنا انه يعني هلا صاروا فهموا اكثر ايش اهميه انه ينتخب، حتى لو بحبه هذا او ما بحبوش، بس مهم انه يورجي صوته ويورجي للمجتمع انه هاي مثلا واحدة من الاشياء اللي قدرنا نغير راي الجمهور فيها، صح ولا لا؟ عن طريق الكلام اللي احنا حكيناه والحلقات، لانه الكونتنت كان مدروس ومتعوب عليه، عرفت علي؟ بدك ايش سوري عندي طلع شغله غلط فجأة بودكاست تاني هذا دخل علينا عملوا لنا هاك يا فهذا اهم شيء. بعدين طبعا واحدة شغله مهمه دائما لاي شيء بتشتغله، لانه هذا بالعاده البودكاست بالعاده ببلش شخصي بعدين ممكن يصير في تيم، المهم الباشن زي ما بيقولوا لها، او ال مش عارف كيف يقولوا لها، كيف ممكن اسميها بالعربي، الصبر، حبك للي انت بتشتغله، وانك تحط من عواطفك الشخصيه من هاي، ما يكون هدفك الاول الفلوس، يعني الفلوس حتيجي ممكن، بس تكون passionate about it، يكون هدفك الاول انك تعرض وتحكي وتوصل صوتك، لانه السبونسر او الناس اللي حتدفع لك ولهذا اللي حيوجيك برضه، والناس اللي حتسمع لك غير اللي حتدفع لك، حيحس فيها هاي الشغله، حيحس انك بتحكي مش عشان انك بدك تجيب الفلوس، حس انك انت مهتم بهذا الموضوع، عندك اهتمام خاص فيه، يعني عم تحكي فيه زي ما بقوله من القلب، يعني من القلب للقلب، عرفت علي؟ فهاي شغله كتير مهمه لنجاح اي بودكاست، نجاح اي شيء، نجاح قناه تلفزيونيه، بودكاست، حتى بلوج،
اذا اللي بس للقراءه، هذه اشياء من اهم عوامل النجاح برايي طبعا. طيب يعني انا صراحه كثير جذبني الموضوع، الموضوع رائع، في كثير ديتيلز، لكن انا هعيد الحلقه وححضرها مره ثانيه، لاني كنت بسمع عن البودكاست صراحه ما عندي اي معلومات كيف بتسوى. اليوم اخذنا من A to Z تقريبا ومجانا كيف نعمل البودكاست الخاص فينا. شو بعرفك يمكن نسوي بودكاست جديد انا وهشام. ممكن، او ممكن الاشي اللي انت بتعمله على على قناتك الخاصة ممكن تحوله أوديو وتعمله بودكاست بنفس الوقت. صح صحيح. طبعا أهم شيء برضو في شغلة نسيت أقولها، إذا بدك تعمل بودكاست صوت أو صوت وصورة اتجنب الفيجوالز. يعني إحنا أيام لما بنعمل شغلة أو بنورجي كتاب، لا بنقول للناس، بنقول الناس اللي عم بيشوفونا مش على أو بسمعونا سمع ما عم يشوفونا على اليوتيوب، إحنا عم نورجي صورة من كتاب أو الكفر، الصورة الكفر من كتاب فلان الفلاني للأوسر فلان الفلاني، حتى يكون معك الشخص يحس انه عم بسمعك بتقول انا شوف هالكتاب ما احلى، شوف الكفر وكذا، انا مش شايف اشي. فمنوريه بنقول له اذا هذا، وبنقول له شو موجود على الكفر، شو الاشي اللي جذبنا، عن ايش بنحكي على الكفر، بنقول له اذا بتحابب تشوفه بتقدر تدور عليه على الانترنت وتشوف الكفر، او تتابعنا على اليوتيوب تشوف الحلقة على اليوتيوب عشان تشوف شو بنحكي. فالمهم برضو انك تكون حاسس في الاعتبار انه الاغلب، على فكره احنا حاطين على اليوتيوب، حاطين على الاوديو، بيجينا كتير على اليوتيوب مش شويه، بس اغلب الجمهور بيجينا عن طريق الصوت، لانه ولغايه هلا حتى في امريكا وكندا الراديو الشعبيه تبع الراديو، شعبيه الراديو اعلى من التلفزيون، اعلى من التلفزيون معروف. فالاوديو لسه الناس بتحب تسمعه، عشان هيك خليك تراعي انه اللي بسمعك مش شايفك اذا عم تعمل شيء فيديو، فيا اما بتحكي للناس شو عم تعمل، يا اما بتتجنب الفيجوالز بالمره. فيري نايس. انا بشكر دكتور هشام مره ثانيه على هاي المعلومات اللي اكثر من رائعه كانت معنا اليوم. دكتور هشام دائما مبدع في حلقات تكنولوجيا، وطبعا حلقات سياسه كمان، بس بالتكنولوجيا ابدع هو. مشكور كتير، بشكر جميع مشاهدينا اللي كانوا معنا اليوم. نراكم إن شاء الله في حلقة قادمة الأسبوع القادم بنفس الوقت، كل يوم 4 الساعة 7. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.